صعب جدا. نختم بقصة لطيفة، وإن كان هذا البحث قلنا مترامي الأطراف جدا. الشيخ الكافي رحمة الله عليه، أنا سمعت له ذات مرة محاضرة، يعني جزء محاضرة، مضمون القصة هكذا، يقول بأنه كان أكو واحد من الصالحين، الصلاح درجات كما تعلمون، لكن هذا صدق خوش إنسان كان، لذا كانت له الأهلية حتى يفاض عليه بهذا الفيض. فكر ويا نفسه ذات مرة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليش ما يظهر؟ هواي صالحين أكو، صحيح أكو هواي طالحين، لكن الصالحون أيضا كثرة، 313 بهيش بالألوف أكو، مثلا هو واحد منهم، يعني خوش إنسان، يعني ليش الإمام ما يظهر؟ في قلبه هيك يفكر. حلقت بالنجف، بكربلة، بمشهد، بقوم، ما أدري وين، بلاد الإسلامية الأخرى، مختلف البلاد، بالحلة، بالسماوة، ما أدري، مختلف الدول يعني والمناطق. فكروا يا نفسه ليش الإمام ما يظهر؟ مو 313 هو الشرط؟ فأكو هواية أكو. فرأى في تلك الليلة أو في ليلة أخرى في المنام أو مكاشفة، المهم بس نقول في المنام، قولوا مكاشفة، ما يعني لا يهمنا كثيرا الآن شنو نوع الانكشاف اللي صار له. شاف أن واحد يدق الباب، فأجى فتح الباب، شاف الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بهيبته وجماله ونوره الساطع المتلألؤ واقف قدام الباب. هسه أنت تصور إيش منظر، واحد يتجمد من الفرح أصلا ومن الهيبة والرهبة، لأن الإمام له هيبة كلش عجيبة. يمكن أن بعضنا ما يتشرف أو عادة ما يتحملون، أنت الآن الشمس تقدر تشوفها؟ إذا نظرت إلى حدقت إلى الشمس يمكن دقيقة أو دقيقتين أقل أكثر، ما أدري ذاكرين فت زمن، ما واحد يعمى ما يتحمل. ولذا ينصحون الأطباء لا تشوف الشمس، يعني لا تحدق حتى وقت الكسوف. الإمام له هيبة ما يتحملها كل إنسان، حتى لو كان إنسان صالح يحتاج فد مرتبة كلش عالية. هذا فد مرة شاف الإمام عند باب البيت، طبعا من جهة فرح فرحا شديدا مذهلا، من جهة الهيبة تملكته بشكل عجيب، ستصوروا نفسكم أنتم مكانه وتشوفوا الإمام جاء عند باب بيتكم. فالإمام كأنه، أقول كأنه لأن الاستئذان الحقيقي هو مصح، كأنه استأذنه أن يدخل إلى البيت يزوره، هذا شرف هواي أعظم أن الإمام يزور الإنسان في بيت. فهو أجا يقول للإمام تفضلوا، بعدين فكر اللي بيتي بعد مؤلن، كان صالح يفكر هالتفكير، كثير من الناس ما يفكرون، بيتي بعد مو مهيئ لاستقبال الإمام، لأنه مثلا في فلان غرفة يمكن مثلا واحد من أهل الأسرة غتاب فد واحد، هو كان صالح ما يغتاب، بس يمكن ابنه مثلا أخوه ابن عمه مثلا زوجته اغتابت واحدا، فإذا صارت غيبة في الغرفة الجو يتلوث. أنت إذا ضيف إجاك ما تودي في غرفة مليئة بالدخان والغبار، خل معصية تلويثها أعظم، بس إحنا ما نشوفه بس الإمام يشوفه. وحسب معادلة تجسد الأعمال مثلا الغيبة تصير فد عقرب كبير تلدغ الإنسان، العقرب موجودة الإمام يشوف أنا ما أشوفه، يشوف متروس الغرفة عقارب، هذا شلون وضع. فكر في نفسه أنه البيت بعد مو مهيئ لاستقبال الإمام، لعله في فلان غرفة مثلا أكو الغي ما تنمسحها، هاي خلوها ببالكم، يعني الكلمة اللي تقولها ما تنمسح تبقى بالكون. الوالد الله يرحمه كانت عنده محاضرة مفصلة حول ذلك، أنه في حتى علميا ثبت أنه لما تحكي حكاية ما تنمسح تبقى بالأثير، ولذا يقدرون يسحبوها. إذا العلم تطور يستطيع أن يسترجع الكلمة اللي أنت قبل سنة قائلها، ويصورك أيضا قبل سنة شنو سويت، صفعة هذا اليتيم، هاي الصفعة موجودة بالكون غير عند الله يعني، ها والنار والكذاش، هاي الصفعة موجودة بالكون. فإذا الأجهزة العلمية تطورت تقدر تصورها، يعني تصور المنظر نفسه اللي كان قبل سنة، اللي كان قبل 1000 سنة، اللي كان قبل 1,000,000 سنة مثلا، يعني ماشيين خطوات في هذا الطريق، الطاقة ما تنتهي يعني لا تفنى. ففكر في نفسه يمكن في الغرفة الثانية مثلا الراديو كان مفتوح، ذاك الوقت التلفزيون قليل كان، ولا علو كان عنده تلفزيون مات مثلا، فكر في الغرفة الثانية لعله في الفواصل بين الأخبار تدرون أحيانا يخلون أغاني أو موسيقى أو فتشي من هالقبيل هداهم الله، فلعله مثلا الراديو شوية صدحة، أي صدحة مو صحيحة بس تعبير مجازي نقوله،
لعله خرب الأجواء ببعض الموسيقى أو الغناء، ففشل الإمام يجي يشوف البيت هيك. فقال ففكر أنه تمشي أكو يعني يمكن فلوسه أكو بها رد المظالم، كان يخمس هو يزكي أي شيء كان عليه، بس يمكن أكو فد حق لشخص ما، فأكو رد المظالم يمكن في كذا، يمكن فد يوم الأول خوف فد واحد، شايفين بعض الشباب يحبون يخوفون بعض الناس يعني يخرع يعني بتعبيرنا، ما يجوز خشرعا، ما يجوز حرام، إخافة المؤمن من المحرمات. فقال للإمام عليه من الله الصلاة والسلام شوي انتظروا مثلا أطيب البيت وأجي، لأن أكو بالرواية تعطروا بالاستغفار. راح للبيت بسرعة بسرعة، طبعا عيب الإمام واقف عند الباب، بس بسرعة طهر البيت بالاستغفار بالتوبة، شوية فلوس مثلا عزلها حتى يعطيها مثلا رد المظالم أو شيء من هالقبيل، وفرضوا نصحها لأنه استغفروا الله صلوا على النبي وآله من هالقبيل. طول مثلا 3 دقائق، اجى عند الباب شاف بأنه الإمام داق الباب الثانية، العقد يبدو كلهم كانوا ناس صالحين، أيضا ذاك الثاني نفس الشيء قال للإمام أنه شوي انتظروا حتى أطيب البيت، الثالث نفس الشيء قال، الرابع نفس الشيء، الإمام دا يطلع من العقد، يعني كل هالعقد اللي كلهم صلحاء ماكو بيهم واحد يستاهل الإمام يزوره، ما بهم واحد بالمستوى حقيقة، بيت أكو بيه فد مشكلة، إما غيبة إما تهمة إما نبيمة إما ظلمون إما أي شيء آخر، إما لقمة حرام أو ما أشبه ذلك، خليش الإمام ما يظهر، ولا الله كريم. لكن حجبتنا أعمالنا عنه، حجبتنا أعمالنا. إذا أنتم تفكرون دائما بروح الخليفة فراح تسمو وتسمو وتسمو حتى تصل ونصل إن شاء الله إلى مرتبة بحيث أن الإمام يزورنا من غير ميعاد، ومو خجلانين نحن الآن مفتخرين بأن الإمام زارنا وإحنا صفحتنا نقية متلألئة بيضاء مشرقة إن شاء الله بنور الصلاة على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.